متابعينا الكرام، احنا معكم الان في الجمعيه التعاونيه الزراعيه بالاحساء، ويشرفنا ان احنا نستضيف البشمهندس السيد احمد شاهين. حياك الله يا بشمهندس. ممكن تعطينا فكره عن الموجودات اللي موجوده هنا في الجمعيه من ادوات الزراعيه والبستنه والمبيدات والاسمده؟ جميع المبيدات وجميع الاسمده موجوده، من المرقبات الاحاديه الى الزوابه، جميع الاسمده السائله والزوابه لفيتامين العناصر النادره، مبيدات الحشائش الاعشاب، ادوات زراعيه، المحشات، المقصات، الساعه، مقصات الاظافر، محشات زراعيه، اهواز اللي للرش، خيوط تربيط، رشاشات من لتر الى 22 لتر. جميل جدا. شبك تغطيه النباتات، شاش عن العصافير، حمايه الطيور، العصافير، وفي الشبكه الثانيه لسه خلصنا امس، يعني المصنع قفل. اذا طبعا بذور موجوده. جميل. اذا متابعينا الكرام، خصوصا الافراد، هنا تتوفر جميع أدوات البستنة والبذور والمبيدات والأسمدة والأدوات الزراعية، فبالإمكان اللي حاب. 30 التمر عندنا بأسعار كويسة جدا. كيف؟ 30 التمر اللي هو بي في بي. إيش هذا باشمهندس؟ البتك بصير 70 لتر بي في بي ألماني. هذه هي التربة المخصبة اللي تستخدم للإنبات البذور. هذه أفضل نوع. صحيح يا باشمهندس؟ أفضل نوع. ايوه جميل. هذه كم سعرها يا باشمهندس؟ والله كان سعره دلوقتي حاليا 44. هذا سعره 44 بس يا باشمهندس ابغاك توضح للجميع عشان يظنون انه تسويق. احنا من كم نتعامل معاكم؟ من كم سنه؟ انتم من سنين. انا من جيت 26 سنه والدولك بيتعامل معايا. الله يرضى عليك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. حتى بس الشيبه الكبير، الشيخ الكبير كان بيتعامل، يعني جاي لك. الله يبارك، الله يرحمه. انتوا بقى رحتوا بقى الوكلاء الكبار بقى استرا. لا لا بالعكس، ما نستغني يا باشمهندس. الله يرضى عليك. انا اشوف حضرتك. كل الشكر للبشمهندس السيد أحمد شاهين على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بالمنتجات اللي موجودة بالجمعية، وموقعهم دوار البانوش في المبرز. هذا دوار البانوش وهذا الموقع الجمعية. أي أحد فيكم طبعا يجي له يقول له بس أنا من طرف وليد الدويرج ولا مزرعة الدويرج، وهو ما راح يقصر معكم، نتعامل معاهم من سنوات.